السلام عليكم. النهارده هكلمكم على الكروموسوم ستراكشر اند اورجانيزيشن ان يوكاريوتس او ان يوكاريوتيك اورجانيزمز، اللي هي الكائنات حقيقيه النواه. يعني هكلمكم على تركيب الكروموسوم وتنظيم مكوناته في الكائنات حقيقيه النواه. طبعا لما بقول لك يوكاريوتيك اورجانيزمز او اليوكاريوتس، انت عارف انا بتكلم على مين. بتكلم على كل الانيمالز بما فيها الانسان، بتكلم على كل البلانتس او النباتات، بتكلم على الفنجي او الفطريات كلها، بتكلم على البروكاريوت البروتوستيكتا، البروتوستيكتا اللي هي الكائنات اللي منها الاميبا وولاد عمامها. هذه الكائنات هي دي اللي بيسموها اليوكاريوتيك اورجانيزمز. فهنتكلم على كروموسوم ستراكشر واورجانيزيشن فيها النهارده. لما بقول كلمه كروموسوم، كلمه كروموسوم معناها ايه؟ انت لو تسمع كده كلمه كروموسوم تلاقي اخرها بينتهي بسوم، وكثير من المصطلحات في البيولوجي تنتهي بكلمه بالمقطع ده سوم. يقول لك لايسوسومز، رايبوسومز، سنتروسومز. اتابي كلمه سوم الاخرانيه دي معناها بودي بالانجليزي، وسوم باللاتيني معناها جسم. يعني ويبقى المقطع الاولاني بيوصف هذا الجسم. لما يقول لك لايسوسوم اللي هي اللايسوسومات، معناها الاجسام اللي ليها علاقه باللايسس او التحلل او الهيدروليسيس بمعنى اخر، اللي هو التحلل المائي، اللي هو تكسير الجزيئات المعقده الى جزيئات ابسط. ولذلك هذا الاورجانيل اللي هو اسمه لايسوسوم ده عباره عن فيزيكل او فيزل. هذه الفيزل بتحتوي داخلها على انزيمز، هيدروليتيك انزيمز في الخليه هي اللي بتقوم بهذا الدور، عشان كده سموها اللايسوسومز. يقول لك السنتروسوم معناها الجسم المركزي. يقول لك رايبوسوم اللي هو الرايبوسومات اللي عارفينها كلها، اللي هي بيتم تخليق البروتين على سطحها، دي بيسموها رايبوسوم، معناها الاجسام التي تحتوي على رايبونيوكليك اسيد اللي هو ار ان اي. فهي بروتينات تحتوي داخلها على ار ان اي وعامله الأجسام اللي بنسميها الرايبوسومات، ولذلك سموها رايبوسومز. ولذلك كلمة كروموسوم، كلمة كروم بتوصف السوم، معناها بالإنجليزي الكالرد بوديز، لأن كرومو معناها كالر أو بيجمنت. ولذلك هي طبعا الكروموسومات شفافة زي الإزاز، إنما هي ليه سميت الأجسام الملونة أو الكالرد بوديز، وحتى بالعربي يسموها الصبغيات، لأن لما بتصبغ الخلية ببعض الصبغات البيزك اللي هي القاعدية زي الهيماتوكسلين زي الجيم ساستين وغيرها، الكروموسومات هي اللي بتاخد الصبغة أكتر من أي تركيب داخل الخلية. ولذلك سميت الأجسام الملونة لهذا السبب كروموسومات الكروموسومات. على اي الاحوال، انا عايز ابدا الحلقه بتاعتي بالمثل الظريف ده. انك انت تصور نفسك انك انت قررت انك تروح البحر مع مجموعه من زملائك، وانتوا هناك كان في واحد من زملائك من الفنانين اللي طلبه في او طالب في كليه الفنون الجميله، فقرر ان يعمل لك تمثال من الرمله زي اللي احنا بنعملوه على البحر، في البحر كده على الشط ايام الصيف. هذا التمثال اللي معمول من الرمله، كل رملايه فيه تمثل الخليه اللي موجوده في جسمك. فلو خدت اي رملايه حطيتها قدامك كده وكبرتها لغايه ما تبقى قد البطيخه الشليان، هي دي الخليه اللي هي من مجموعها جسمك بيتكون، بيسموها الاستراكشرال اند فانكشنال يونت. فاستراكشرال لان من مجموعها بيتحدد تركيبك، وفانكشنال الوحده الوظيفيه لان هي بتتنفس، يبقى انت كل جسمك بيتنفس. الخليه بتنمو يبقى انت بتنمو، الخليه بتتغذى يبقى انت ككل بتتغذى، وهكذا. فهي الاستراكشرال اند فانكشنال يونت. لو مديت ايدك خدت هذه الرملايه وكبرتها، في الواقع هي مش هتبقى رملايه، هي هتلاقيها حاجه كده انا عامل لها موديل، هتلاقيها عامله زي البالونه بتاعه الاولاد الصغيرين. لو اتكيت عليها مش هتلاقيها بقى جامده زي الرملايه، انما هتلاقيها طريه زي البالونه دي. الغشاء بتاع البالونه ده هو
هو ده اللي بيسموه السيل ممبرين او البلازما ممبرين او البلازما لما سميه زي ما تسميه. انما هذه البالونه تصور بقى ان مليانه ليكويد او فلويد فيسكوس لزج عامل زي ظلال البيض الني، فلو فرقعت البالونه ده هينزل من جوه زلال البيض وهيروح واقع من جوه برتقانه، البرتقانه دي اللي بيسموها النيوكليوس او النواه. لو انا مسكت البرتقانه دي وكسرتها نصين زي الحاله دي، لو كسرتها نصين هافاجئ بان جواها ليمونه. هذه الليمونة بيسموها النيوكليولس أو النوية، لأنها طبعا هي تصغير نواة، لأنها هي نواة جوه نواة. فهذه النيوكليولس حتى تلاقي اسمها كده زي ما يكون حد بيدلعها نيوكليولس، أما النواة الكبيرة نيوكليوس. وهنلاقي مع الليمونة شوية مكرونة سباكيتي، مكرونة سباكيتي زي ما انتم شايفين كده. لو مسكت المكرونة السباكيتي واحدة ورا التانية وأطلعهم واحد اتنين واقعد اعدهم كده، اولا المكرونه هي دي اللي بيسموها الكروموسوم، فالكروموسوم بيسموه ثريد لايك ستراكشر يعني تركيب يشبه الايه الخيط لانها زي الفتله اهي. اتنين تلاته افضل اعد فيهم وفاجئ بان هم 46 كروموسوم. يبقى في جسم في جسم في خليه البني ادم ايا كانت الخليه في جسمه فيما عدا طبعا الحيوانات المنويه والبويضات هتلاقي فيه 46 فرده كروموسوم بالمنظر ده. لو انا تحت الميكروسكوب الضوئي خدت الكروموسومات بتاعه الخليه وصورتها بكاميرا متركبه على الميكروسكوب هتطلع لي صور الكروموسومات، هقصقصها مع بعض وهحط الكروموسومات ارتبهم جنب بعض، هافاجئ بالاتي ان الكروموسومات اللي انا بطلعها دي اللي هي المكرونة الاسباكيتي هم مش كلهم شبه بعض، يعني مش كلهم متماثلين متطابقين مش ايدنتيكال، هافاجئ بان كل اتنين متماثلين. فلو كان واحد فيهم قلم رصاص هلاقي التاني قلم رصاص جنبه كده زيه، لو لقيت واحد قلم جاف هلاقي التاني قلم جاف زيه، كل اتنين ايدنتيكال متطابقين، لو لقيت ماركر هلاقي ماركر زيه وهكذا. فانا عندي 23 زوج، عشان لو ضربت في اتنين هيدي لك 46 فردة كروموسوم. هذه الكروموسومز اللي هم موجودين في ازواج بيسموا الزوج هومولوجاس كروموسوم، هومولوجاس كروموسوم اللي هي الكروموسومات المتشابهة. لو عديت الكروموسومات هتلاقي ال 22 الاولانيين بيسموهم الاوتوسومز، ودول كل زوج منهم متشابه زي ما شفنا كده. انما الزوج الاخراني اللي هو 23 هتلاقيه بيختلف في حاله الذكر عن الانثى. ففي يعني مثلا لو تبص كده قدامك السلايد اللي احنا جايبينها لك دي، احنا صورنا الكروموسومات دي وكل اتنين متشابهين حطيناهم جنب بعض وعملنا الشكل اللي قدامك ده، ده بيسموه الكاريوتايب اللي هي الصورة بتاعة المحتوى الكروموسومي أو ما يسمى بالكروموسوم كومبلمنت أو الكروموسوم الكومبلمنت اللي هي الهيئة الكروموسومية في الخلية. فهتلاقي الكروموسومات زي ما انت شايف كده من الشمال من الركن الشمال العلوي هتلاقي الزوج نمرة واحد، الزوج نمرة اتنين، نمرة تلاتة وهكذا لغاية ما تخلص ال 22، وهتلاقي الزوج الأخراني اللي هو اللي مختلف بقى، هتلاقي هنا الاتنين مش زي بعض، ده في حالة خلية الذكر. فهتلاقي واحد كروموسوم كبير والتاني جنب منه كروموسوم صغير، الكبير بيسموه اكس والصغير بيسموه واي. على فكرة لو الخلية دي متاخدة من خلية أنثى هتلاقي ال 22 اللي هم الكروموسومات الاولانيين، ال 22 زوج الاولانيين اللي بيسموهم الاوتوسومز، دول متماثلين في الذكر وفي الانثى.
أما الزوج نمرة 23 هو اللي هيختلف بين الذكر وبين الأنثى. في الذكر زي ما احنا شايفين كده هيبقى الكروموسومين اللي هم يمثلوا الزوج نمرة 23، واحد كبير إكس والتاني واي. أما في الأنثى بقى هتلاقي إن الكروموسومين من النوع الكبير اللي هو الإكس، ولذلك تلاقي الأنثى إكس إكس، أما الذكر فهيكون إكس واي. جميل. دلوقتي أنا عايزك لو تبص كده في هذه السلايد وتلاحظ فيها الآتي، إن الكروموسومات أولا موجودة في أزواج in pairs بتعرف بالهومولوجس كروموسومز. نمرة 2 إن عدد الأزواج الكلي 23 زوج. النقطة الثالثة إن الكروموسومات من 1 لـ22 هي دي اللي سميناها الأوتوسومز. اما الزوج 23 زي ما قلنا ده اللي بيسموه السكس كروموسوم، لان هو ده اللي بيختلف باختلاف الجنس. في الذكر زي ما قلنا بيبقى اكس واي، وفي الانثى بيبقى اكس اكس. ازواج الكروموسومات لو تبص كده على الكاريوتايب دي تلاقيهم ليسوا متساويين، بعضهم طويل وبعضهم قصير. اطول كروموسوم هو الزوج نمرة 1 زي ما انت شايف كده، ده ذا لونجست، ده طوله 247 مليون بيز بير. انتوا عارفين وحدات الطول ممكن تبقى بالسنتي بالمتر بالكيلومتر، انما في الدي ان ايه بتحسب بما يسمى بالبيز بير، ازواج القواعد، لان جزيء الدي ان ايه مكون من شريطين، الشريطين عاملين زي بالظبط القضيب القطر، وبينهم الفلنكات. الفلنكات كل فلنكة نصها جاي من القضيب اللي على اليمين ونصها التاني جاي من القضيب الشمال، وعاملين عاملة الفلنكة دي. فالفلنكات بتترتب على طول الدي ان ايه. فلو كان الدي ان ايه من هنا من اسكندرية للقاهرة مثلا، ونقول ان في 3 مليون فلنكة من اسكندرية للقاهرة، يبقى دي المسافة بين اسكندرية للقاهرة. لو قلنا من هنا لطنطا، من اسكندرية لطنطا مثلا 600 ألف، يبقى معناها ان المسافة اقصر من اسكندرية للقاهرة، وهكذا. فاطوال الدي ان ايه بتتحسب بما يسمى بالبيز بيرز. فالبيز بير طول الكروموسوم نمرة 1 247 مليون بيز بير، وبيحمل 4300 جين تقريبا. طبعا في تقديرات اقل من كده سنة، اكتر من كده سنة، انما ده المتوسط يعني 4300. في حين ان لو تبص على الكاريوتايب كده تلاقي اقصر زوج من الكروموسومات هو الكروموسوم نمرة 21، ده الشورتست، ده طوله كام؟ 47 مليون بس بيز بير او زوج قواعد، وبيشيل 350 جين، ادي كل ما في الامر. طيب ايه رأيكم لو خدنا اي كروموسوم من الكروموسومات اللي هم قدامنا دول، نطلع الكروموسوم زي ده مثلا من النيوكليوس ونشوف تركيبه. انا طبعا هو مش هيبقى مكرونايه زي كده، انما انا لو بصيت له بحلقت فيه هلاقيه ان هو مكون من جزيء اسمه الدي ان ايه، كلنا عارفينه. فانا هطلع، انا عامل نموذج اهو ليه، عباره عن سلك زي سلك الكهرباء، مكون من شريطين، كلكم عارفين تركيب الدي ان ايه، مكون من تو سترانس، والتو سترانس من بعيد يبانوا كما لو كانوا ملفوفين كده تويستد، وعاملين جزيء لينير، لينير يعني خطي طويل كده. هذا الجزء من الدي ان ايه طبعا عبارة عن هو طبعا المادة الرئيسية في الكروموسوم اللي هو بيتكون منها الجينات. فهتلاقي الدي ان ايه بالمنظر ده، وعايزك تتصور ان احنا جبنا شويه لحمه مفرومه ورحنا عاملينها على هذا السلك، كان السلك ده سيخ كفته وعايزين نعمل عليه صوبع كفته باللحمه المفرومه. هتلاقي الكروموسوم تركيبه فعلا بالمنظر ده. لو انا فالدي ان ايه او قصدي الكروموسوم مكون من مكونين اساسيين، الدي ان ايه وموجود عليه هذا البروتين اللي هو اللحمة. البروتين ده بيزك بروتين، وليه بيزك؟ لابد أن يكون بيزك، يعني بروتين قاعدي بيسموه الهيستونز، ده البروتين الرئيسي يعني، ومعاه بعض البروتينات الأخرى هنتكلم عليها بعدين، إنما هو ده الهيستون بيزك بروتين. وليه بيزك؟ لأن الحامض الدي ان ايه نفسه هو حامض،
هو اسمه ديوكسي ريبونيوكليك أسيد، فهو حامض، وبالتالي علشان أي حاجة تمسك فيه لازم تبقى الحاجة دي بيزك. ولذلك اللحمة اللي هو البروتين ده اللي هو إيه لابد أن يكون بيزك بروتين. طيب تصور أن السلك الواحد الدبل هيليكس ده اللي جاي من كروموسوم واحد طوله 4 سنتي في كروموسومات الإنسان متوسط، يعني سمكه من هنا الدامتر بتاعه 2 نانومتر، يعني حاجة ضئيلة جدا. انتوا عارفين النانومتر 1/1000 من الميكرومتر، والميكرومتر 1/1000 من المليمتر، صدق او لا صدق. يبقى قطر الدي ان ايه 2 مليمتر، بس لو حطيت عليه اللحمة المفرومة هيعمل لك ليفة طويلة، ليفة طويلة قطرها هيزيد شوية هيبقى 11 نانومتر، 11 نانومتر. على أي الأحوال الكروموسوم بالمنظر ده يتركب من مادتين أساسيتين، دي إن إيه مع الهستون اللي هو البروتين اللي مرتبط بيه. الخلطة دي بيسموها الكروماتين، الكروماتين دي عاملة زي مثلا لما نقوله على المونة اللي بنبني بيها المباني نقوله عليها مونة، مورتر، مورتر يعني مونة. المونة دي خليط من ايه؟ من رملة وسمنتو ومية، فسمي الخليط مونة. نفس الكلام هنا، الخلطة اللي عندنا هنا مين؟ دي ان ايه وهستون بروتين، الخلطة دي بيسموها كروماتين. يبقى الكروموسوم ما هو الا كروماتين فايبر، يعني ليفة معمولة من مادة الكروماتين اللي هو الدي ان ايه مع البروتين. هذا الدي ان ايه بيحمل الجينات في ترتيب طولي زي ما احنا عارفين، من هنا لهنا يبقى الجين نمرة 1، من هنا لهنا الجين نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4، وانت ماشي كده لغاية ما الجينات اخر جين يبقى في الاخر هنا. ده لينير ارينجمنت يسموه في جينز، يعني ترتيب طولي للجينات. انا عايزك تميز، لو احنا تصور بقى ان احنا رحنا مفرفطين اللحمة المفرومة اللي هو الهيستونز من على الكروموسوم ورميناهم، رمينا اللحمة، هيفضل النيكد دي ان ايه اللي هو الدي ان ايه العريان ده. الكروموسوم عليه تتابعين او عدة تتابعات في الحقيقة، تتابع على طرفه وتتابع على طرفه الآخر، بيسموهم التيلوميرز. كلمة تيلو يعني في الآخر، مير يعني وحدة. يبقى في تتابع معين موجود على يمين الطرف الأيمن للكروموسوم، وفي تتابع مماثل ليه على الطرف الأيسر، ده بيسموه التيلوميرز. وفي موجود تتابع somewhere في مكان ما في الداخل بتاع الكروموسوم اسمه السنترومير. لا التيلوميرز ولا السنترومير بتحمل جينات، وكلنا عارفين وظائفهم. يعني هنتكلم على التيلوميرز اولا. التيلومير عباره عن ايه؟ عباره عن تكرارات زي ما انت شايف كده على الشاشه لتتابعات سداسيه. تجد مثلا على الشريط احد شريطي الدي ان ايه تجد التتابع تي تي اي جي جي، هتلاقي الكومبلمنتري سيكونس المقابل ليه على الناحيه الثانيه اي اي تي سي سي. هذا التتابع السداسي بيتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وانت ماشي كده، بحيث ان طوله كله طول التتابعات المتكرره كلها بيبقى حوالي 8000 بيز بير. يبقى التيلومير طوله 8000 بيز بير، ده يوم الولادة. يعني يوم ما تتولد ناخد كروموسوم من كروموسوماتك نشوف التيلوميرز طولها قد ايه نلاقيها 8000 بيز بير. لما تتقدم في العمر وتبقى عمرك في العمر المتوسط يوصل يقصر الطول ده يوصل ل 3000 بس. الناس اللي هم كبار في السن تلاقي التتابع ده نقص خالص بقى 1500، يعني معناها التيلوميرز بتقصر مع العمر، مع الايجينج او السينيسنس، مع العمر والشيخوخه. فهي بتقصر ليه؟ لان كل مره الخليه تنقسم التيلوميرز تقصر 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 مع كل انقسام، بتقصر في حدود من 30 ل 200 نيوكليوتايد بيز بير كل انقسام. وباختفائها بقى لو التيلوميرز اختفت الخليه تتوقف عن النمو وقد تموت.
ولذلك في الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية سريعة الانقسام، تلاقي التيروميرز بتاعتها بتقصر 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 بمعدل سريع جدا، وبالتالي المفروض تموت. بس الواقع أن الخلايا السرطانية ما بتموتش، دي إترنال، تفضل قاعدة تنقسم. ليه؟ لأن الخلايا السرطانية خلايا خبيثة، ابتدعت فكرة أنها تعمل إنزيم وتعمله بكمية كبيرة اسمه التيلوميريز. هذا التيلوميريز يعمل إيه؟ التيلوميريز بيطول التيلوميرز مرة تانية، وبالتالي ما توصلش لحالة الشيخوخة أبدا. ولذلك بعض العلماء في اليومين دولي قال لك إذا كانت التيلوميرز كل ما الواحد يتقدم في العمر تقصر، طب ما أنا لو طولتها وما خليتهاش تقصر أطول عمر الإنسان. ده فعلا حصل كده، وتعمل التجارب على بعض حيوانات التجارب في المعمل، وطولوا عمرها، ويتوقعوا أن يطولوا عمر الإنسان 30 سنة أكتر من المتوسط العمر الحالي عن طريق إدخال الجين اللي بيتحكم في تخليق إنزيم التيلوميريز، بحيث أن يتم إطالة التيلومير كل ما تقصر مع كل انقسام. التيلوميرز وظيفتها ايه في الخلية؟ بتمنع اطراف الكروموسومات جوه الخلية من انها تلتصق ببعض، يعني دي الوظيفة اللي هي ايه اهم وظيفة. يعني لاحظ ان في كل خلايا الجسم التيلوميرز تقصر مع انقسام الخلية ومع التقدم في العمر، الا خلايا القلب. خلايا القلب لانها لا تنقسم فتلاقي التيلوميرز ايه ما تقصرش ابدا. يعني على اي الاحوال دي بالنسبة للتيلوميرز. بالنسبة للسنترومير بقى، قد يقع في مكان ما داخل الكروموسوم، غالبا بيبقى في المنتصف. لو هذا السيكونس أو التتابع بتاع اللي بيسموه السنترومير هو اللي بيلتصق فيه أو بيرتبط به السبندل فايبرز اللي هي ألياف السبندل اللي هو المغزل أثناء الانقسام بتاع الخلية، سيل ديفيجن يعني. المهم زي ما قلنا ان الدي ان ايه بيرتبط بيه بروتينات اللي بسميناها مين؟ الهيستونز، اللي هي اللحمة المفرومة دي، ودي بيزك بروتين. وهي ليه بيزك بروتين؟ لان البروتين احنا كلنا عارفين البروتينات عبارة عن ايه. البروتينات انا عامل موديل ان هو البروتين ما هو الا بوليبيبتايد تشين، زي ما احنا عارفين كلنا بوليبيبتايد تشين يعني سلسلة بيبتيدية زي ما انتم شايفين كده، ليها طرفين، طرف بيسموه ال NH2 او الامينو اند، وطرف تاني بيسموه الكربوكسيليك اند او السي اند. الامينو اند على فكرة مش امينو، امينو. الامينو اند او الطرف الاميني عليه NH2، اما الطرف الكربوكسيليك عليه كربوكسيليك جروب COOH. وبعدين مكون من امينو اسيدز، امينو اسيدز، امينو اسيدز، كل لون من ده يعتبر امينو اسيد. احنا عارفين عندنا في الطبيعه 20 ديفرنت امينو اسيدز، فالامينو اسيدز دي مرتبطه ببعضيها عن طريق بيبتايد بونس وعامله البولي بيبتايد تشين اللي احنا بنسميه البروتين. البروتين انتوا عارفين ليه برايمري وسكندري وتيرشري ستراكشر، بينتهي في الاخر ان هو بيلف نفسه على نفسه كده ويعمل لك ما يسمى بالجلوبولار بروتين. هذا الجلوبولار بروتين اللي هو ده بيسيب حته صغيره بارزه لبره كده بيسموها التيل، التيل. ولذلك الهيستون، الهيستون عباره عن بروتين، عباره عن بولي بيبتايد تشين زي دي بالظبط، بس البولي بيبتايد تشين طلع لها تيل، تيل يعني ديل من الجنب كده. وهذا البروتين غني جدا بالبيزك امينو اسيدز اللي هو زي الارجينين وزي اللايسين. هنعرف دور التيل ده ايه في حكاية في وظيفة الهيستونز في الخلية. يعني على اي الاحوال ان هو ده تركيب، احنا عندنا 5 انواع من الهيستون، وحيفاجأ البعض ان هم بقوا 6. اكتشفوا هيستون جديد اسمه H5، طبعا كلمة هيستون بيختصروها ب H، وبيدوا أنواع الهيستونز المختلفة أرقام ورموز، يقول لك H1 H2 H3 H4 وهكذا. ف H5 ده النوع الجديد.
اللي اكتشفوه، اكتشفوه في الدواجن وفي الطيور من فترة كبيرة، يعني يعني فوق عن 35 سنة أو كذلك. يعني على أي الأحوال إن الهستون بالمنظر ده ليه ديل. فإحنا عندنا خمس أنواع من الهستونز الرئيسية اللي موجودة في الإنسان. أنا عامل موديل، إيه رأيكم لو اعتبرنا إن البروتين، طبعا ده الموديل اللي بيوصف البروتين، انا هفيجواليز الهستون على انهم ثمار فاكهه. فلو قلت ان جزء البروتين ده هياخد الشكل المطاول كده ويبقى عامل زي المزايا، فهعتبر ان ده الاتش 1، يبقى ده الهستون اتش 1. التفاح مثلا اسمه اتش 2، بس عندنا من اتش 2 نوعين، تفاح احمر H2A وتفاح اخضر H2B، وبعدين عندنا برتقال ده H3. يبقى احنا عندنا كم نوع دلوقتي؟ 1 2 3 4، وعندنا البرقوق هنعتبره H5. يبقى انا هنا هو سوري H4. يبقى انا عندي هنا H1 ده H2A H2B والبرتقان H3 والبرقوق H4. سيب H5 اللي هو موجود في الدواجن وفي الطيور. دلوقتي جزء الدي ان ايه اللي احنا قلنا عليه جزء طويل جدا 4 سنتي احنا قلنا، فلابد ان هو يقصر ويتلف على بعضه ويحصل له تكثيف كوندنسيشن، يعني عشان نقدر نحطه جوه النواة، لان احنا عندنا 46 كروموسوم جوه النواة. اذا كان كل كروموسوم فيه جزء دي ان ايه 4 سنتي تقريبا، يبقى اذا لو ضربت 4 في 46 هيطلع لك حوالي متر و80 سنتي، يعني قول 2 متر دي ان ايه جوه الخلية بتاعتك. اذا كنت ما انا شايف خليتك هشوف النواة. طب واذا ما كنتش شايف النواة، ال 46 كروموسوم جواها هيتحطوا ازاي جواها وكل كروموسوم 4 سنتي؟ فلابد ان الكروموسوم يدور على طريقة بحيث ان هو ايه يأثر نفسه. الطريقة دي بتتم عن طريق ارتباطه بالهستون. فاحنا عندنا الهستون، ايه اللي بيحصل بقى في الهستون لما يرتبط بالدي ان ايه؟ اولا خلي الاتش 1 على جنب دلوقتي اللي هو الموز، هنجيب وحدتين من كل نوع، من اتش 2 ايه اللي هي التفاحتين الحمر، اتش 2 بي التفاحتين الخضر، اتش 3 انا بقى ايه هحط الاثنين اللي هم التفاحتين فوق بعض كده اهي، ممكن نحطها كده، والتفاحتين الخضر فوق بعضهم، يبقى H2A و H2B، وهجيب البرتقانتين اللي هم ايه H3، وهجيب جزيئين من البرقوق اللي هو H4. يبقى عندي تجمع او كلاستر يعني زي ما يكون تجميعة كده مكونة من 8 مولكيولز، 8 جزيئات، بيسموها الاكتامر. اكتامر يعني الوحدات الثمانية المكونات يعني. فهذا التركيب بيجي الدي ان ايه يعمل ايه بقى؟ تعالى كده نبصوا، لو تصورنا ان احنا عندنا جزء الدي ان ايه جزء طويل بالمنظر ده، طويل جدا، فبيجي يعمل ايه؟ بيخش على الثمان وحدات دولي ويروح جاي يلافف كده. هو الاول بيخش كده اهو، يجي يلف، ادي اول لفه، خلينا نبصوا كده الاول اهو، بيجي يلف، ادي اول لفه، وبعدين يلف لفة تانية، يبقى دي تاني لفة، وهو طالع يبقى هو دخل من ناحية ولف لفة ولف التانية وطلع من الناحية التانية. بيجي بقى البروتين اللي هو H1 عامل زي كليبس، يروح ماسك في الدي ان ايه وماسك في الكلاستر المكون من 8 جزيئات، وهذه التكوينة بيسموها النيوكليوسوم، الجسم النووي، لانه جسم من البروتينات اللي هم الهيستونز زي ما قلنا بانواعه الخمسه، ولافف عليه الدي ان ايه، ولذلك الدي ان ايه نيوكليك اسيد حامض نووي، ولذلك بيسموا التركيبه دي نيوكليوسوم. بيطلع بقى الدي ان ايه يمشي شويه ويجي على تجميعه تانية زي دي بالظبط، بعد منه بعد ما يمشي شويه كده يعني ويلف تاني على النيوكليوسوم الثاني، فيعمل لك
بتاع ده لفتين تانيين ويطلع منها ويعمل على النيوكليوسوم بعديها وهكذا، فيبان الشكل من بعيد كأنه عقد وموجود عليه حبات العقد، يقول لك beads on a string، ودي باينة في السلايد اللي قدامك اهي، باينة كويس جدا شكل الدي ان ايه تحت الالكترون ايه مايكروسكوب. على اي الاحوال احنا عندنا بقى الـ بالمنظر ده، لو احنا فككنا النيوكليوسوم زي ما شفنا، وخدنا القطر بتاع الفايبر الجديده، طبعا انا كان عندي جزء دي ان ايه، لو احنا تصورنا ان احنا بادئين بجزء دي ان ايه طوله متر، بيقصر 7 مرات قد طوله نتيجه اللف حوالين النيوكليوسومز دي، فيعمل لك ما يسمى بمين بال يعني بدل ما هو كان متر يبقى حوالي 14 سنتي دلوقتي بالمنظر اللي احنا شفناه ده. طيب على اي الاحوال لو انا خدت الكروماتين فايبر وحللتها عشان اشوف تكوينها مكون من ايه، معظم الناس هتفتكر ان الكروموسوم الماده الرئيسيه فيه هي الدي ان ايه، في الواقع مش كده، ده 35% بس من وزنه دي ان ايه، و60% بروتين، يعني اكبر كميه في موجوده من مكونات الكروموسوم البروتين مش الدي ان ايه، 60% ده اللي قلنا عليه البيزك بروتين اللي هو الهيستون والايه والنون هيستون بروتين. طب النون هيستون بروتين هتبقى موجوده فين في القصه دي؟ بعد ما بيلف حوالين النيوكليوسوم ويمشي شويه ويلف على نيوكليوسوم ثانيه، الجزء اللي بين النيوكليوسوم والنيوكليوسوم اللي هو طوله تقريبا من 20 ل 100 بيز بير، من 20 ل 100 بيز بير، هذا الجزء اللي بين النيوكليوسوم والتاني بيسموه اللينكر دي ان ايه. اللينكر دي ان ايه ممكن تفاجئ بان في بعض البروتينات اللي هي النون هيستونز زي البلح مثلا، ونجيبه مثلا ليمون، بروتينات تانية نون هيستون ملهاش علاقة بالهيستون بترتبط باللينكر دي ان ايه بالمنظر ده، وفي الاخر هتبص تلاقي ايه الكروموسوم اتكون والفايبر بتاعته بعد ما كان الدي ان ايه وهو عريان السمك بتاعه 2 نانومتر، بعد ما لف حوالين النيوكليوسومز بقى السمك بتاعه زاد شوية بقى 11 نانومتر. لاحظ ان النيوكليوسوم ارتفاعه 5.5 نانومتر في حين ان قطر النيوكليوسوم الواحد 11 نانومتر، ولذلك الكروماتين فايبر بعد ما تلف وتعمل النيوكليوسومز دي بيبقى قطرها 11 نانومتر. يعني لو انا جيت بصيت على زي ما قلنا تركيب الكروموسوم هنلاقي زي ما انتم شايفين قدامكم كده عندك 35% دي ان ايه، قلنا 60% بروتين، والمفاجاه بقى ان الكروموسوم هتلاقي فيه 5% ار ان ايه، 5% ار ان ايه، والكروموسوم فيه دي ار ان ايه ده المفروض دي ان ايه، قال لك ان ال 5% ار ان ايه ده نتيجه ان اثناء الترانسكريبشن او النسخ بعض الار ان ايه اللي بتنتج من نسخ بعض الجينات اثناء مسك الكروموسوم وتحليله بيبقى فيه ما زال بقايا الار ان ايه موجوده جوه الكروموسوم، وده تفسير وجود ار ان ايه جوه الكروموسوم. النون هيستون بروتينز بقى اللي تبقى ماسكه في اللينكر دي ان ايه دي ممكن زي مثلا سكافولد بروتين، ممكن زي دي ان ايه بوليمريز الانزيم اللي بيعمل الريبليكيشن في الدي ان ايه، الهيتيروكروماتين بروتين 1 ده نوع تاني من النون هيستون بروتين، البوليكوم ده نوع تاني، كل واحد من ده ليه وظيفه، لو في فرصه نقول وظائف كل واحده منهم. لاحظ ان الهيستون هو البروتين اللي ماسك في الدي ان ايه في الكروموسوم في كل خلايا جسمك،
إلا الحيوانات المنوية، بيستبدل الهستون ببروتين مختلف خالص اسمه البروتامين، وده برضو بيزك بروتين بس نوع تاني مختلف عن الهستون، وده بيتم استبدال الهستون أثناء عملية الاسبرماتوجينيسيس اللي هو تكوين الحيوانات المنوية. في المراحل الأخرانية عند تكوين الحيوان المنوي بيكون الهستون اتشال وتحط بدل منه البروتامين. طيب على أي الأحوال احنا قلنا ان الكروموسوم بالمنظر ده بعد ما يبقى شكله عامل زي السترينج او الفتلة اللي عليها حبيبات النيوكليوسوم، تبدأ النيوكليوسوم تقرب من بعضيها بالمنظر ده، يبقى اذا التفاف الدي ان ايه حوالين النيوكليوسوم وبعديها وعمل البيد اون سترينج ده او البيدز اون سترينج دي بيبقى قطر الليف الكروماتين فايبر 11 نانومتر. قلنا بيبقى الدي ان ايه نتيجه الالتفاف حوالين النيوكليوسوم اثر 7 مرات زي ما قلنا، فيقصر من متر لو هو بدانا بمتر دي ان ايه، بعد ما يلف يبقى طوله 14 سنتي. تصور بقى بعد كده لما الكروموسومات دي تقرب من النيوكليوسومز تقرب من بعضيها اكتر واكتر، يعني يحصل كوندنسيشن، يقوم الطول بتاع الكروماتين فايبر يقصر اكتر. لما يقصر بيقصر 7 مرات قد الطول الاصلي، فاذا كان الطول الاصلي 14 سنتيمتر بعد الملف حوالين النيوكليوسوم، فهينتهي في الاخر الى ايه؟ هينتهي في الاخر اللي هو يبقى 2 سنتي تقريبا يعني. طبعا الدي ان ايه بقى بعد ما ينكبس بالمنظر ده بيحصل له ما يسمى بالكويلينج. انا عايز اوريكم كده ايه حكايه الكويلينج دي. انا لو جبت جزيء دي ان ايه بالمنظر ده وخليته لافف عامل كويل يعني ايه زي حلزون يعني بالمنظر ده عامل زي سلك التليفون، ده يعتبر كويلينج. لو انا خدت الدي ان ايه اللي هو عامل كويلز كده ولفيته وخليته يعمل كويل تاني، يبقى هو جواه في كويل والكويل عمل كويل تاني بالمنظر ده. لو استمريت في الكويلينج ده يبقى انا الكويلينج التاني ده بيسموه سوبر كويلينج. طيب ولو الدي ان ايه راح وجه بالمنظر ده يبقى بيحصل له فولدنج يعني بيتنى بيروح ويجي. ولو خدت اللي بيتنى ده ورحت جاي مخليه بيتنى وخليته يتنى تاني، يعني وطول ما هو ماشي بيتنى بيفولد يعني بيفولد على نفسه، فيعمل سوبر فولدنج. الاول يفولد كده، تصور بقى معايا كروماتين فايبر طويله قوي وفولدد، وبعدين بعد ما تعمل فولدنج هي كلها تبدا تفولد تاني، ده بيسموه سوبر فولدنج. فالكروموسوم يحصل له كويلنج وسوبر كويلنج، فولدنج وسوبر فولدنج. في النهايه بيقصر الكروموسوم وبيتخن، فلما يتخن بيعمل بقى الكروماتين فايبر اللي هي طولها 300 نانومتر. باستمرار الكويلنج والسوبر كويلنج والسوبر فولدنج يتخن بقى ويعمل الكروموسوم اللي هو سمكه 700 نانومتر زي ما هو باين قدامكم كده. ده اللي احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب الالكتروني، ده شكل الكروموسوم النهائي. الدايمتر بتاعه 700 نانومتر يعني حوالي 7 من 10 ميكرومتر، وبالتالي ممكن اشوفه باللايت مايكروسكوب اللي هو ميكروسكوب الضوئي العادي. واحنا خدنا في السيتوجينيتكس وفي الجينيتكس في البراكتيكال ورك اللي هو العملي بتاع هذه العلوم شفنا الكروموسوم تحت بالميكروسكوب بوضوح يعني. فحيبان بالمنظر السلايد اللي قدامكم دي مبينه كروموسوم الكروماتين فايبر بتاعته لفة عاملة زي ما يكون شلة تريكو كأنها مخنوقة من نص كده، الخنقة اللي في النص دي بيسموها سنترومير، والجزء الشمال من الكروموسوم يسموه الليفت أرم والجزء اليمين يسموه الرايت أرم، وطرفي الكروماتيد بين طرف على الشمال اسمه وان اند والطرف الثاني الاذر اند. تحت اللايت مايكروسكوب طبعا انت ما بتشوفش الكروماتين فايبر دي متشافة بالالكترون مايكروسكوب، انما تحت اللايت مايكروسكوب بتشوف الاوت
لاين بتاع هذا الاستراكشر، هذا التركيب. ولذلك يبان لك كانه صبعين صدق وممسوكين في النص بالاختناق اللي احنا بنشوفه ده، فزي ما هو باين قدامك هنا بالمنظر ده. منطقه السنترومير بقى يا اما تبقى في النص بالظبط، ودي الحاله اللي هي معروفه لينا كلنا، وده بيسموها ايه ميتاسنتريك. لو الكروموسوم موجود في السنترومير في النص يسموها ايه ميتاسنتريك كروموسوم. لو السنترومير اتزحزح شوية، يعني لو تصورنا مثلا ان الكروموسوم عامل كده، لو السنترومير في النص بالظبط يسموها ميتاسنتريك. لو السنترومير اتزحزح شوية بعيد عن السنتر، بين السنتر وبين الطرف بتاع الكروموسوم، يسموها سب ميتاسنتريك. لو هو اتزحزح اكتر شوية ناحية الطرف يسموه سب اكروسنتريك. لو هو اتزحزح اكتر واكتر بحيث ان يصعب تشوف الذراع الشمال ولكن ممكن تشوفه بس صعب شوية، فيسموه سب اكرو. زي ما قلنا بيسموه بقى في الحالة دي اكرو، اللي فاتت كان سب اكرو، دي لما يقرب قوي من الطرف، الطرف ما زال موجود يعني في ذراعين، ذراع طويل قوي للكروموسوم وذراع قصير قوي، يسموه سب اكرو سنتريك. اما لو وصل بقى للاخر خالص، ها قبل الاخر سميناه اكروسنتريك، لما يوصل للاخر خالص يسموه ايه تيلوسنتريك، على اساس تيلو يعني معناه النهائي اللي في الاخر خالص. في الحاله دي يبقى السنترومير زي الجومه بالظبط كده موجوده هنا، هو وكان الكروموسوم هيبقى له ذراع واحد ملهوش ذراع تاني، ذراع تاني يعني. على اي الاحوال انا عايزكم تلاحظوا بقى بعد ما شرحنا قصه تركيب الكروموسوم، تلاحظوا هنا بعض الامور اللي انا عايزكم تخلي بالكم منها. نمره واحد، ان حجم الكروموسوم بيختلف باختلاف النوع السبيشيز. نمرة زي يعني الكروموسومات الإنسان غير كروموسومات الدبانة، غير كروموسومات السمكة، غير كروموسومات القطة، كل واحد كل نوع ليه حجم معين من الكروموسومات بتاعته. نمرة اتنين، معظم أحجام الكروموسومات في الخلية، في خلايا النوع الواحد أو في الخلية الواحدة للنوع الواحد بتختلف أطوالها، وإحنا شفنا الكلام ده في حالة كروموسومات الإنسان في بداية الحلقة، كان مفيش كروموسوم طوله زي طول التاني، وبالتالي الكروموسومات هنا في الخلية الواحدة في النوع الواحد بيختلف أطوالها. متوسط الأبعاد بتاع الكروموسوم، طول الكروموسوم من 1/10 ل30 ميكرومتر، ده الطول بتاع الكروموسوم، ومتوسط عرضه من 2/10 ل2 ميكرومتر، ده الأفريج. الكروموسومات حجمها بيكون أكبر لما يكون عددها قليل في الخلية، دي قواعد عامة، ويكون حجمها أصغر لما يكون عددها كبير. الكروموسومات في النبات دي نقطة تانية، النقطة اللي بعديها إن الكروموسومات في النبات حجمها أكتر بصورة عامة من الكروموسومات في الحيوان. جوه النباتات، النباتات أحادية الفلقة اللي هي زي القمح والشعير والذرة والقصب، تلاقي الكروموسومات أكبر من الكروموسومات في النباتات ثنائية الفلقة. دي بس قواعد عامة بحيث يبقى إيه تفيدنا عند دراسة الكروموسومات. آخر حاجة أحب أكلمكم عنها في هذه الحلقة، وظيفة الهيستون. احنا فهمنا ان الهيستون بالاضافه لوظيفته التركيبيه الاستراكشرال فانكشن، وشفنا انه دوره تركيبي في تركيب الكروموسوم، ليه وظيفه تانية اللي هو جين ريجوليشن، اللي هو تنظيم عمل الجينات. والوظيفتين بتوع الهيستون بيشتغلوا بميكانيزم واحد، باليه واحده. فالآلية دي تعتمد على ايه؟ على ان الهيستون زي ما اتفقنا ان كل جزء هيستون سواء ال H1 او ال H2A او ال H2B او ال H3 او ال H4، كل واحد من ده طالع له ديل.
هذا الديل اللي شبهناه بالمنظر ده، وجدوا ان في ناحية الامينو اند الانتش تو اند بتاعت البوليبيبتايد تشين بتاعت الهستون، لو دخلت لجوه شوية تجد مثلا البروتين اللي الامينو اسيد اللي هنا من النوع اللي هو قلنا عليه لايسين. اللايسين ده ليه سلسلة طويلة طالعة لفوق كده بيسموها السلسلة الجانبية، بتنتهي بان اتش 2، دي في الوسط المائي بتتحول الى ان اتش 3 وبتبقى شايله بوزيتيف تشارج. لهذا السبب الهيستون بيمسك في الدي ان ايه اللي هو اسيد ليل، انه بيحتوي في تركيبه على مجاميع فوسفات، واحنا عارفين الكلام ده، النيوكلوتايدز نفسها داخلها الفوسفات وجايه من الفوسفوريك اسيد، فيعتبر اسيد حامض. الفوسفوريك اسيد يتأين في الوسط المائي ويدي لك بروتون ويخلي عليه شحنه سالبه، ولذلك جزيء الدي ان ايه موجود على طول شحنات سالبة، والهستون عنده اللايسين اللي عنده مجموعة الـ NH3 في طرف في على السايد تشين هي موجبة، فالموجب يجي على مين؟ على السالب ويمسك فيه، علشان كده الهستون بتمسك فين؟ في الـ DNA. طيب اذا قلنا ان وزي ما قلنا الهستون لما يجي يمسك في الـ DNA لانه عليه شحنه موجبه والدي ان ايه عليه شحنه سالبه، ممكن لو مسك في الدي ان ايه بتاع جين معين يقوم يسكته ما يخلوش يعبر عن نفسه، كان واحد بيحط ايده على بقك عشان ما تتكلمش ما تعبرش عن نفسك. فلو الايد اعتبرناها هي دي الهيستون وعليها شحنه موجبه، والبق هنا هو الجين اللي مكون اللي هو جزء من الدي ان ايه وعليه شحنه سالبه، فالموجب هينجذب للسالب ويسكته، ده في الوضع الطبيعي. انما اللي حاصل ايه بقى، ان احنا عندنا زي ما قلنا خمس انواع من البروتينات الهيستونز. في نوعين مهمين قوي في حكاية الجين ريجوليشن ده، لو مسك في الجين يسكته ما يخليش الجين اكسبريشن يشتغل، لو بعد عن الجين يخلي الجين اكسبريشن يشتغل. فهو بالطريقة دي بقى عامل زي السويتش اللي يشغل ويبطل عمل الجين. في الواقع الـ H3 والـ H4 هم دول الأساسيين في عملية الـ الريجوليشن بتاع الجين اكسبريشن. زي ما اتفقنا ان على الديول بتاعة الهستون عليها ان H3 بوزيتيف، في هناك عملية بتتم داخل الخلية بيسموها الأسيتيليشن، بتضيف مجموعة أسيتيل، والأسيتيل اللي هي مجموعة الأسيتايل اللي احنا بنسميها أسيتايل هي اسمها أسيتيل أو أسيتيل. الأسيتيل أو مجموعة الأسيتايل بتيجي تنضاف على الـ NH3 الموجبة فتلغيها، واللي بيقوم بكده صنايعي جوه الخلية اسم إنزيم اسمه الهيستون أسيتيل ترانسفريز. فالهيستون اسيتيل ترانسفيريز بياخد الاسيتيل جروب، وانتوا عارفين بياخد الاسيتيل جروب منين، اي حد عايز اسيتيل جروب في الخليه بياخدها من الاسيتيل كوينزايم ايه اللي احنا بننطقه اسيتايل كوينزايم ايه، فياخد الاسيتيل او الاسيتيل منه ويروح مركبها على الايه الديل اللي هو عليه ال NH3، فيقوم يلغي الشحنه، لما يلغي الشحنه ما بقاش فيه شحنه موجبه، يقوم الهيستون يسيب الدي ان ايه وينفصل عنه، يقوم الجين يشتغل. يبقى لو حصل اسيتيليشن للهيستون يقوم يحصل جين اكسبريشن. أم في بقى طبعا الانزيم اللي بيقوم بالعمليه دي اسمه زي ما قلنا هيستون اسيتيليز، وبيختصروه الى ايه، الى الهات HAT، زي ما هو باين في الرياكشن اللي قدامكم على الشاشه اهو، ده الانزيم اللي بيقوم بهذه المهمه. في انزيم بقى بيعمل العكس، ينزع مجموعه الاسيتيل منين، من ال NH3، وبالتالي يرجع الايه الـ NH3 زي ما كانت وتحمل شحنة موجبة، وبالتالي تروح ماسكة في ايه في الجين وتعمل له سبريشن او كبح بحيث ان يمنع الجين اكسبريشن. الانزيم ده اسمه هيستون دي اسيتيليز،
لان بيشيل مجموعه الاسيتايل وده اللي بيسموه اتش داك وباينه على التفاعل في على السهم السفلي من هذا التفاعل. الاتش داك هو ده اللي بيشيل مجموعه الاسيتيل ويرجع الاسيتون بوزيتيفلي تشارجد وبالتالي يمسك في الجين ويوقف عمليه الجين اكسبريشن. يبقى الاسيتيليشن يسمح للجين اكسبريشن انه يتم والدي اسيتيليشن يوقف الجين اكسبريشن عن العمل. اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.